لوصول أستاذنا الجليل الدكتور محمد كامل الأيوبي لفنانة واعدة من شباب الحزب الاشتراكي المصري. والحقيقة أنا أول مرة أسمعها، فأنا شخصيا فخور ويعني سعيد. ثم سمعنا الفنان الجميل أحمد نبيل وهو أحدث المفرج عنهم من سجون السلطة، والحقيقة الاثنين غنوا الأغاني اللي احنا كنا من 40 سنة، الدكتور الأليوبي يمكن يتذكر، بنغنيها في الجامعة، وأغاني العزيز الشاعر الكبير ورفيق النضال وأستاذي يعني بالمعنى المباشر يعني زين العابدين فؤاد، وأغاني شاعرنا الكبير أحمد فؤاد نجم، وكل الشعراء الكبار والمغنيين والملحنين العظام اللي أثروا وجدان جيلنا طوال العقود الماضية. على أي الأحوال، أنا بعتقد ويعني لدينا في الحزب الاشتراكي يقين أن الفن أحد أدوات النضال الأساسية، وأنه ربما يعني لا يقدر الكثيرون قيمة العمل الفني والإبداع الفني في بث الوعي الثوري في نفوس الجماهير. يسأل الكثيرون لماذا صمد جيل السبعينات رغم كل ما مر به من محن ومن يعني كوارث، ولماذا صمدت الأجيال التي سبقت جيل السبعينات برغم كل الانقلابات والتغيرات التي يعني عشناها. أعتقد أن الثقافة والوعي والفن والإبداع كانت أسلحة حقيقية في تصليب وعي هذه الأجيال وصمودها في مواجهة كل محاولات تشويه الفكر والإدراك. انطلاقا من هذا يعني المفهوم، احنا الحقيقة بشكر الدكتور ياقوت على جهده الممتاز في اختيار وتقديم يعني نخبة متميزة من المخرجين ومن الأعمال السينمائية، وأظن انه هذا الاختيار الناجح يعني تشرف باستضافة أحد رفاق جيلنا المناضلين بالكلمة وبالموقف وبالإبداع وبالفن، الدكتور محمد كامل الأيوبي، وهو رجل يعني ليس مجرد يعني فنان يجلس في برج عاجي ويعني يعني يخرج علينا كل بضعة سنوات بعمل يحطم الأرقام القياسية ويكسب الملايين، وإنما هو مناضل من طين هذه الأرض ومن المناضلين الذين يعني خاضوا غمار العمل الثوري حينما كان شابا في مقتبل العمر، وغمار العمل الفني الإبداعي حينما كان شابا يعني أكبر سنا، وفي كل يعني مواقفه كان منحازا انحيازا كبيرا لمصالح هذا الوطن ولنضال هذه الأمة ولكفاح هذا الشعب. ويعني ليس هناك ما هو يعني أكثر دلالة من اختيار قضية خميس والبقري لكي يكون يعني محور لهذا العمل الإبداعي الكبير، عمل وثائقي وتسجيلي وملحمي من طراز رفيع يقترب من الساعتين، يعني ليس مجرد عمل تسجيلي يعني برو عتب، وإنما يعني جهد جهيد اقتضى إعدادا طويلا ودراسة يعني عميقة لقضية يعني الخميس والبقري، وهي قضية يعني لسوء الحظ لازالت قضية مطروحة على جدول أعمالنا رغم مرور ما يعني ما يقرب من 60 سنة أو أكثر، يمكن من أوائل الخمسينات للآن حوالي 60 سنة، ولا زالت هذه القضية هي قضية الحرية والديمقراطية. وإذا كان الفنان الشاب أحمد نبيل لازال يعني أو يعني خرج من السجن منذ بضعة أيام، فهي أكبر دلالة على أنه هناك خلل ما وشيء خطير يحدث في هذا المجتمع، وتدهور فعلي لقضية الحرية التي من أجلها خرجنا وصرنا في 25 يناير و30 يونيو ودفعنا ثمنا غاليا، وهذا الشعب موعود بأن يستمر في النضال من أجل انتزاع حق في الحرية. لن يهبنا أي يعني سلطة ولا أي حاكم حريتنا
كما تعلمنا ويجب أن تتعلم الأجيال الجديدة ستنتزع انتزاعا بالوعي والإدراك والفهم والتخطيط والتنظيم، وليس بال يعني الأعمال الهوجائية التي قد تضر أكثر مما تنفع. على أي الأحوال لا أريد أن أطيل، أنا برحب باسم الحزب الاشتراكي وبعتبر أنه تشريف الدكتور محمد كامل الأيوبي لنا في هذا المقر المتواضع شرف كبير سنظل نتذكره دائما، وعرضه لفيلم خميس والبقري في أو يعني خميس مصطفى خميس اسمي مصطفى خميس حول قضية إعدام يعني هذا الشهيد الكبير، إنما هو تكريس لقيمة الحرية وإثبات أكيد على أننا سنظل نناضل من أجل تحقيق حريتنا ومن أجل انتزاع يعني حق هذا الشعب في أن يعيش بكرامة وكبرياء، محفوظ الكرامة، محفوظ الهامة، رافع رأسه إلى أعلى دون أن يقدم في كل فترة قربانا للحرية المنقوصة. أنا بشكركم وبشكر الأستاذ ياقوت ديب، وهسيب المكان للدكتور ياقوت حتى يقدم لنا وهو الدكتور محمد كامل الأيوبي هذه التحفة النضالية التي أرجو احنا يعني في حدود إمكانياتنا المتواضعة يعني سعدنا بهذا اللقاء، لكن أنا بعتبر أن هذا الوطن مقصر في حق الدكتور الأيوبي. هذا الفيلم يجب أن يعرض في المحافل الكبيرة وفي وسط الحشود الجماهيرية لأنه يعلمهم كيف دفع يعني أخلص أبناء هذا الوطن ثمنا غاليا من أجل حريتهم، من أجل أن نقف حتى هذه اللحظة لكي ننادي بحرية هذا الشعب. شكرا جزيلا وأهلا وسهلا بكم إن شاء الله. مساء الخير، أنا سعيد جدا بالتواجد معاكم وبسماع الأغاني اللي بتعيد للواحد حاجات ذكريات عزيزة جدا، يمكن مش ما هياش الجامعة لكن ذكريات على الأقل الزنزانة اللي كنت أنا وشاعرنا الكبير زين العابدين فؤاد متلازمين فيها، وعز الدين نجيب عمل كتاب جميل في بعض الذكريات على الحكايه ده، وكانت يعني في حاجات كتيره لسه ما اتقالتش. الفيلم اسمه مصطفى خميس، هو الحقيقه في ده حلم قديم عند الواحد، في ساعات كده احساس ان في شيء ما مسؤوليه ما مؤجله. الفيلم ده كان المفروض يكون يبقى اول فيلم اعمله الحقيقه. في فترة الصوبة كده قعدنا نحضر له، كان في ثلاثة عايزين يعملوه في مصر، الأستاذ المدير السينمائي أحمد متولي وقعد يشتغل 10 سنين شغل متواصل ولم يتمكن من عمايله، وكنت دخلت معاه في أيامها في مساومات، كان صلاح عيسى هو اللي بيعمل التحقيقات بالمحاضر معاه، فان انا اخد المحاضر واديله الصور. الصور كان ليها قصه غريبه جدا، وكان حلم الشخص الثالث اللي كان عايز يعمل نفسه يعمل الفيلم كان مخرجنا الكبير يسري نصر الله. هو جينا في السبعينيات لقينا عدد من الصفحات مقطوعه من المصور فيها مجله المصور فيها صور، وتحقيق يعني كانت اكتر مجله غطت تصويريا الحدث ده، فقعدنا نقلناها فوتوغرافيا، ولحسن الحظ فضلت محتفظ بالفوتوغرافيا ده، لان لما جينا نصور الفيلم رحت دار الهلال فقابلت حمدي رزق كان رئيس تحرير المصور اللي بكتب معاهم ساعات، قلت له دلوقتي عايزين الصور، قال لي هتشتري، قلت له ماشي هنشتري، فجابوا الملف بتاع خميس والبقري فلقينا فيه صورتين قبل كده، واحده للحشماوي وواحده للحنوتشي، فين الباقي؟ قال لك راح اتسرق. فدخلت الحلمي النمنم، الاستاذ حلمي النمنم كان رئيس مجلس الاداره وقتها، قلت له دلوقتي الوضع كذا كذا كذا، قال لي سرقوها، قلت له طب ايه العمل؟ قال لي هجيب لك المجلد وتصور منه. كان معايا الاستاذ سامي محمد علي من تلفيلم بالكاميرا بتاعته،
والأستاذة سناء زميلي في الفيلم ده، المخرج المساعد ومدير الإنتاج في نفس الوقت، فجابوا المجلد فتحناه ما لقيناش الصفحات دي كلها مقطوعه. ايه الحل؟ قال روحوا دار الكتب. رحنا دار الكتب ما لقيناش المجلد بتاع المصور ده اصلا، يعني كان في صعوبات شايلين صور، يعني حتى مثلا شخصيه زي عاطف نصار اللي هو كان مسؤول الضباط الاحرار في اسكندريه اللي له دور في الحدوته، ملف ارشيف الاهرام اللي فيه 4.5 مليون صوره ما لقيناش ولا صوره لعاطف نصار. عبد الرحمن مخيون اللي كان برضه كان له دور في الحكايه بشكل او باخر، وعبد الناصر كان في مكتبه واتهامات وحاجات كده، ما لقيناش ولا صوره لعبد الرحمن مخيون. فلجانا للصديق عبد العزيز مخيون، سالته عنه قال لي ده ابن عمي وكان في مقاولج وحاجات كده، واتصلنا ببناته ادونا صور ورجعنا على الصور النيجاتيفات ده، يعني قعدنا نرمم فيها بصعوبات، يعني كان جمع الماتيريال صعب جدا. بالاضافه لكده ان بنقابل اخر شهود الاحياء، يعني اخر شهود الاحياء يعني دلوقتي تجاوزوا 90، يعني دلوقتي واحنا بنتكلم كان في ناس 90 وفوق ال 90 وفي 88 وحاجات كده، بس هما الحقيقه يعني ساعدونا كتير. في 2 مؤرخين مصريين طبعا مهمين، هما الاستاذين صلاح عيسى ورفعت السعيد، يعني الاثنين ساعدوني جدا. يعني رفعت السعيد كان انفولد في الحكايه وهو صغير له علاقه بالموضوع، وجاب لنا المنشورات القديمه الخاصه بالموضوع دون موجوده في ارشيفه. وصلاح عيسى قال شهاده عاطف نصار اللي كان مسجلها لاهميتها، يعني ايه. وقعدنا كان في حاجه ملاحظه وقت تصوير الفيلم، الفيلم اتصور في زمن وقت الاخوان، وقت الاخوان المسلمين تم تصوير الفيلم، وبما ان هم الاخوان المسلمين كان ليهم دور وضيع جدا في الحكايه، فكان ايه، فكان كنا يعني هتشوف حاجات عجيبه يعني اكتر يعني. فكان كنا بنصور بشكل يعني تقريبا في تكتم شديد جدا. يعني جينا في صندوق دبي السينمائي انجاز، ده بيساعد على الافلام لما تكون في مرحله التصوير خلاص يعني. فبعتنا لهم فدخلوا معانا بنسبه 11.5%، وده كان مفيد يعني في مراحل البوست برودكشن وانهاء الفيلم. غير كده بقى الفيلم اتعمل يعني كله كده ايه، عمل تطوعي، اجور مؤجله، جدعنه يعني. يعني بس انا استمتعت جدا بان فيلم بيتعمل، يعني ما فيش حد فيه بيتعامل معانا خالص. يعني الناس كلها قاعده بتساعد على قد ما تقدر، مش بس كده، هؤلاء العمال الجمال جدا اللي في الفيلم كانوا بيستضيفونا استضافات، يعني بيعملوا لك سمك وبتاع، يعني كانوا بيحتفلوا بينا، يعني كان في جو جميل يعني قعدنا اشتغلنا فيه كده لغايه ما الفيلم خلص. في ناس كتير يعني هتلاقوا ناس كتير شاكرينهم في اخر الفيلم، قدمت لنا مساعدات من ناس كتيره جدا جدا، يعني بمجرد علمهم ان احنا يعني لدرجه ان في ناس كانوا كنا بنتنقل بعربياتهم لمسافات في حاجات وياخدونا في حتت وحاجات كده. التصوير تم في ايدكو واسكندريه والقاهره في 3 مدن دولا، واتعمل بشكل يعني سعدنا بعمايله. ده بصرف النظر ما بقولش اثر عليكم، هو بتبقى دايما حاجه الحقيقه بتبقى عامله زي اللغم وبتنفجر. في تقديري ان هذا الملف الغامض اللي فضل مقفول لمده 63 سنه، ان كان فاتحه طبعا في حساسيات قد استشعرها البعض، والفيلم زعل مني ناس كتير لما اللي شافوه، بس فرح ناس كتيرة أيضا، وما كانش لا يوجد أي شيء إلا الحقيقة بتتقال وبتطلع.
في وقتها. الفيلم من ناحية تانية كان استقباله النقدي كويس جدا، يعني كان سواء كتابات مكتوبة بالعربية أو بالإنجليزية أو كده. وأهم حاجة بقى إن احنا نتمكن في عرض فرصة قريبة، يعني ننزله كده ولو عرض محدود بشكل أو بآخر، لأن الفيلم ده معمول علشان الناس تشوفه. وأنا سعيد جدا إن أنا هشوفه معاكم. لو ما عجبكوش مفيش خالص، يعني ممكن تقوموا تمشوا، طبعا أي حد يحس بالملل أو إنه بيضيق. وأتمنى لكم مشاهدة سعيدة، وبشكركم جدا على هذا الشرف العظيم إن أنا أكون معاكم النهارده. شكرا. يعني هو الحقيقة طبعا عاوزين يعني نشكر حضور الدكتور الأيوبي مرة واثنين وثلاثة وعشرة. حضور الدكتور الأيوبي في حد ذاته ده الحقيقة يعني أعتقد إن هي لحظة من لحظات التاريخ حقيقة، بهذا الفيلم اللي بيكشف الحقيقة حقائق كتيرة جدا. وزي ما هو اتفضل وقال إنه ناس تزعل وناس الناس مع وناس ضد، وده شيء طبيعي في أي موقف سياسي أو أي فيلم بمعنى أصح. والحقيقة الفيلم يعني الجانب الإيجابي اللي فيه كتير جدا، الدرس أعتقد أهم درس في هذا الفيلم إن شاء الله نشوفه مش بسبق يعني، وهو قضية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لأن دي كانت أول محاكمة عسكرية لمدنيين، وفي خلال 48 ساعة يحكم على اثنين بالإعدام ويحكم على باقي 29 بالأشغال الشاقة المؤبدة. جوانب كتيرة جدا الحقيقة في الفيلم محتاجة بحوث وبحوث وبحوث، واللي قادر على كده هو محمد كامل الأيوبي بإبداعه، اللي هو الحقيقة له سبق في السينما التسجيلية بشكل خاص، وخاصة طبعا فيلم محمد بيومي لما قعد اكتشاف هذا الرائد العظيم للسينما المصرية، وكل أعماله الروائية للدكتور الأيوبي اللي هي وصلت لخمس أعمال ومسلسلين. يعني الحقيقة يعني عطاء متنوع ومهام كتيرة جدا شالها على عاتقه. وطبعا السيره الذاتيه هي غني عن التعريف، استاذ محمد كامل استاذي مع السينما والسيناريو، ورئيس مؤسسه نيول اللي بتعمل مهرجان الاقصر للسينما الاوروبيه، والعديد اشرف على العديد وناقش العديد من الرسائل الدكتوراه والماجستير. والحقيقه يعني شخصيه وهاجه في المجتمع المصري يحق ان نحتفي بها، وفيلمه اللي هنشوفه ان شاء الله. شكرا لحضرتك.